أنتقل الآن إلى كريستين ريناوي لنستكمل الصورة في الجليل الأعلى. إذا كما ذكرت هديل كريستين، عمليات عدة لحزب الله في زرعيت، في رميم، في المالكية وغيرها، ويؤكد حصول إصابات. جيش الإسرائيلي يعترف بوجود هذه الإصابات، وتارة تفعل صفارات الإنذار وتارة لا تفعل. فما تفاصيل المشهد لديك؟ بالفعل ديما، منذ مساء يوم أمس، منذ انتصاف الليل، دوت صفارات الإنذار 12 مرة للتحذير من إطلاق صواريخ وأيضا تسلل مسيرات. بالمجمل كان هنالك هجوم بارز، هو بمسيرات انقضاضية باتجاه أيلة هشاحر في سهل الحولة بالجليل الأعلى. في هذا الهجوم الذي كان في ساعات الفجر ديما، أصيب ضابط وجندي بجروح وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها متوسطة. لكن المختلف من أننا بتنا نلحظ أن حزب الله ينفذ عمليات بعد انتصاف الليل، هذا تكرر لليوم الثاني على التوالي. قبل يومين في ساعات الليل استهدفت بيت هلل في إصبع الجليل الليلة الماضية، وفي ساعات بعد انتصاف الليل وساعات الفجر أيلة هشاحر في الجليل الأعلى، واستمرت العمليات التي تستهدف مواقع إسرائيلية على الحدود مع لبنان. بالمجمل نتحدث عن اعتراض وتعامل مع 4 طائرات مسيرة متفرقة، إلى جانب أيضا الهجوم المركب الذي كان في ساعات الفجر. اعترض الجيش الإسرائيلي مسيرة فوق البحر في نهرية بالجليل الغربي، فوق المطلة في إصبع الجليل من خلفي، أيضا أقر بسقوط مسيرة في المالكية، وتعامل مع مسيرة في ساعات الصباح أيضا في الجليل الغربي. قال إنه اعترض 5 صواريخ فوق كريات شمونة، ورصد سقوط صاروخين مضادين للدروع في كبوتس برعام بالجليل الأعلى. هذا يعني أن العمليات متواصلة، وكل صفارة إنذار ديما يكون لها وقع إضافي ومضاعف، لأن الإسرائيليين هم يترقبون الرد الكبير، يترقبون الرد من قبل حزب الله على اغتيال القيادي فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية ببيروت. الترقب والتأهب على جبهة الشمال بلغ ذروته بحسب مواقع إسرائيلية، من بينها موقع ولا. أوري جوردن قائد منطقة الشمال يجري شخصيا جولات ميدانية لتفقد تشكيلات الجيش الإسرائيلي وفحص مدى جهوزيتها للهجوم المرتقب. الأعين أيضا تنظر وتصل إلى حد حيفا، إلى عاصمة الشمال ديما. هناك جرى وضع العديد من غرف الملاجئ، غرف محصنة متنقلة تم وضعها في كريات موتسكن على سبيل المثال، شمال شرق حيفا. ومن يسير في الطرقات باتجاه الشمال يرى شاحنات تحمل المزيد والمزيد من هذه الغرف المحصنة. كل هذا يترافق أيضا مع الاجتماعات التي يجريها وزراء حكومة نتنياهو، الذي هو نفسه أجرى مشاورات ليلية يوم أمس استمرت 4 ساعات لبحث ديما ليس فقط الهجوم المرتقب أو الرد المرتقب من قبل حزب الله على اغتيال شكر ومن قبل إيران على اغتيال القيادي إسماعيل هنية، وإنما بحث إسرائيل كيف ستتعاطى وتتعامل مع هذه الردود المرتقبة. هل تتعامل إسرائيل مع نية إيران ووكلاء إيران كما تصفهم، أو تتعامل مع النتائج، أن تنتظر وقوع هذه الردود، وإن أوقعت قتلى أو جرحى من المدنيين والعسكريين تتصرف. هنالك أصوات تطالب بتوجيه ضربات استباقية. رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه لديه خطط للتعامل مع لبنان، لكن هو ينفذ تعليمات المستوى السياسي، وبالتالي حتى حالة الانتظار هي تشكل معضلة لدى إسرائيل كمستوى سياسي وكمستوى أمني وعسكري ديما. شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي من الجليل الأعلى.